دلوقتي تقدروا تتفضلوا، بس زي ما قلت لكم. ها؟ ما تقلقش يا دكتور. ما تقلقش يا دكتور. جرايه يا حاج، انت هتخوفنا عليك وتقعد تدلع علينا بقى ولا ايه؟ شد حيلك كده عشان تقوم لنا بالسلامه يا حبيبي. الله يسلمكم يا ولاد، الله يسلمكم. امال حسن ما جاش معاكم ليه؟ جاي في السكه حبيبي، حصلنا ان شاء الله. وانتوا عاملين ايه؟ الحمد لله بابا. الحمد لله. زي الفل. الحمد لله، الحمد لله. بس الاسم جه حقق في الحريقه واولاد حسن الله يرحمهم. الله يرحمهم. خصوصا بعد ما اتاكدوا ان الفلوس اللي كانت في البيت اتسرقت. اتسرقت ازاي؟ اتسرقت ازاي؟ يا سعد، اللي حصل يا بابا. ما تشغلش بالك انت حبيبي، ما تشغلش بالك بحاجه. ما تشغلش بالك حبيبي، كل حاجه كويسه. هو كان في حد غير حضرتك يا بابا يعرف ان البيت فيه فلوس؟ لا يا ابني. غريبه يعني، لنا ولا رزق ولا حتى غالي الله يرحمه كان. سعد ايه؟ قلت ايه؟ لا يا حبيبي انا غالي الله يرحمه. لا يا حبيبي غالي مات. بابا سعد يا حبيبي غالي مات. قولي كويس. غالي مات. غالي مات. غالي مات. خليك كويس. غالي مات. ايه يا بابا؟ غالي مات. والله خليك كويس. بعد اذنك، ده اللي اتفقنا عليه يا جماعه. مش معقول كده. اتفضلوا بره، اتفضلوا بره. دي سي شك بسرعه بسرعه.